ثم أما بعد أيها الإخوة، نحاول اليوم بحول الله الوقوف على بعض بصائر إياك نعبد وإياك نستعين، بصائر لعلها تبصرنا بمقاصد الآية، فمن لم يبصر الآية فقد ضاع منه كثير من العلم وفاته كثير من الحكمة. هذا بصائر للناس. وبينا قبل وشرحنا أن البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي الآية المضيئة المنيرة التي تبصر الناظر من خلالها حقائق القرآن وحقائق الوجود مما بينه الله عز وجل في القرآن الكريم. ومن أعظم البصائر في القرآن الكريم ما بثه الله سبحانه وتعالى عبر هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد علم أن ابن القيم رحمه الله جعل كتابه المشهور مدارج السالكين الذي هو في 3 مجلدات جميعاً من خلال هذه الآية، جميعاً من خلال هذه الآية، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فوجب إذن على المؤمن أن يتعلم من هذه الآية ما يبلغه مقصد العبادة من إياك نعبد، ومقصد الاستعانة من إياك نستعين. وقلنا أكثر من مرة إنه ليس عبثا أن يجعل الله هذه السورة الفاتحة ركنا ركينا من صلاة العبد، لا تصح الصلاة إلا بها ولا تصح الركعة إلا بها، ليس عبثا أن يكون ذلك كذلك إلا إذا كانت هذه السورة متضمنة لحكم ما أنزل الله مثلها قبل في التوراة ولا في الإنجيل، كما بينا وفصلنا في الأحاديث التي ذكرنا قبل. نتحدث أولا عن المعنى العام لهذا التعبير القرآني السامي، فحيث قال عز وجل: إياك نعبد، وكان هذا الضمير إياك كما يقول أهل النحو ضمير نصب جعل على المفعولية وقدم فأفاد بذلك الحصر والاختصاص، كأنه قال: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ولكن العبادة أيها الإخوة الأفاضل كما بينت قبل وشرحت أمر وجداني قلبي، تعبير عما يقع بالقلب، قلب الإنسان المؤمن، من إحساس إزاء خالقه. فحينما كلم الله عز وجل موسى نبيه بجانب الطور الأيمن قال له سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ألا ترون أن قوله وأقم الصلاة لذكري عبادة؟ بلى، أن الصلاة هي العبادة، أو هي أرفع منازل العبادة من بعد التوحيد. فلما قال له قبل فاعبدني؟ تعبير القرآن ما فيهش تكرار، معودة، كل لفظ في القرآن دل على معناه الخاص به فلا يردفه لفظ آخر على المطابقة، يعني ما كاينش ترادف في القرآن، واحد اللفظة تعني 100% المعنى ديال اللفظة الأخرى إطلاقا. فهذا كتاب الله المعجز. فلما قال له سبحانه وتعالى فاعبدني فقد أمره بمعنى، ولما قال له وأقم الصلاة لذكري فقد أمره بمعنى آخر. صحيح الصلاة عبادة، صحيح، لا شك في ذلك، ولكن العبادة أمر قلت يقع بالقلب، كما قال العلماء الطاعة العبادة، الطاعة الطاعة والخضوع والذل الكلي الشاملة لله الواحد القهار. كيف نعرف الطاعة؟ كيف؟ الطاعة ليست خضوعا شكليا، فلو أن شخصا قهرك بسلطانه من البشر وأرغمك على أن تركع له أو أن تسجد أو أن تفعل شيئا بزز منك، لا يسمى ذلك طاعة ولا يسمى ذلك عبادة، لأن العبادة في التعبير القرآني هي فعل الطاعة، ولا يكون فعل الطاعة إلا بالإقبال التلقائي المبني على المحبة. إذا خضعت
لحجر أو لشجر أو لإنسان مكرها غصبا عنك فليس ذلك بعبادة، لأن العبادة كما قلت هو إحساس. ولذلك قال العلماء لو أن شخصا امتنع عن أداء الزكاة فجاء جابي السلطان كما كان في السابق فحسب عليه ماله وعده وأخذ منه قهرا الزكاة، وذلك هو واجبه، يعني مفروض من السلطان أن يفرض الزكاة على الناس لأن الله فرضها كذلك. طيب قال العلماء قضي بذلك، يعني من اللي كيعطي هذاك مانع الزكاة كيعطي الزكاة بزز، قضي بذلك حق الفقراء ولم يقض حق الله، يعني حق الفقراء أعطاه اللي هو فلوس حساب، أما حق الله منه أي ذلك التقوى أي تلك العبادة فلم تتحقق. إنما الأعمال بالنيات، والنية شعور وإحساس وجداني، فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا بنيت على قصد، أي نيتي على قصد التقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، تقرب، والتقرب ليس مادة بل روحا ومعنا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو قرب ليس مكانيا بل هو قرب روحاني معنوي تعبدي تعبدي. كل أفعال العبادة في الإسلام كلها ترجع إلى هذا المعنى، إياك نعبد. الخضوع الحقيقي إنما يكون لله وحده لا شريك له، والمسلم حينما يعبر بهذا التعبير القرآني الرباني فمعنى ذلك أنه يلتزم بين يدي خالقه ألا يصرف شيئا من مشاعر الطاعة التعبدية إلا لله الواحد القهار. الآية الأخرى فاعبدني، وبما أن العبادة قلنا إحساس، الإحساس ما كيبانش، فهو أمر غيبي. لو قال لك شخص إني أحبك لا تستطيع أن تتبين ذلك حقيقة بكلمته، أو قال لك إني أبغضك أو أكرهك أيضا لا تستطيع أن تتبين حقيقة كلامه من لفظه. فوقاش غادي تعرف أنه يحبك حقا حينما يعبر عن هذا المعنى بفعل، فعل لما تحصل وتلقاه معك. ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، فهؤلاء القلة أثبتوا محبتهم لك بتواجدهم حين هرب الناس عنك. فإذا الكلام كيبقى كلام، فيحتاج إذن التعبير عن ما في الوجدان إلى فعل، وتما كتعرف واش كيحبك فعلا ولا لا، وتعرف بعد ذلك شيئا آخر وهو مقدار تلك المحبة، محبة صغيرة ولا كبيرة ولا مسطى، على قدر صبره معك في مشقتك. كاين اللي كيصبر معك في المحنة نهار ولكن إلى طوال الحال كيقول لك اسمح لي ويمشي، كاين اللي يصبر معك حتى النص، كاين اللي يصبر معك حتى النهاية وقد يموت معك، فكتكون المحبة كاملة. فلذلك إذن احتاج الإنسان احتاج لمعرفة ما في قلبه هو باش يعرف داك الشيء اللي في قلبه شحال كيسوى، وذلك التعبير الذي يعبر عنه بالكلام احتاج في ذلك إلى أداء أفعال اللي هي الصلوات والصيام والزكاة وغير ذلك من أصول العبادات وفروعها. ولذلك قال له فاعبدني، ولكن عبر عن هذا المعنى، وأقم الصلاة لذكري، صلي الصلوات لتعبر عما في ذلك الوجدان مما تعتقده لله وحده وتضمره له طاعة خالصة، إياك نعبد. فإذن هو معنى، ومعنى عظيم، بل هو الغاية من الخلق والقصد الرباني من إيجاد الإنسان والجان وما دونهما. الآية واضحة في ذلك، نقرأها كثيرا ونرددها لكن نحتاج إلى إبصارها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى.
الحصر، هذا كيسميه علماء اللغة حصر، وما خلقت الجن والإنس إلا، يعني ما كاينش هدف ولا غاية من خلق الإنسان والجان قبله إلا أن يشتغل هذا الخلق، يشتغل بالعبادة، إلا ليعبدون، إلا ليعبدوا، ليتفرغوا لعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذه العبادة لا تكون عبادة حقة إلا إذا انضبطت بضوابط الشريعة من الكتاب والسنة، وابتعدت عن البدع وسفاسفها، باش كيكون الإنسان فعلا متابعا في ذلك لله عز وجل من خلال الرسم الذي رسمه له نبيه عليه الصلاة والسلام. ها هنا نشير إلى أمر عبر عنه علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة، واحد الأمر عجيب جدا، باش كتسمى العبادة فعلا تامة في أركانها وشروطها المعنوية، كيعبروا على هذه العبادة بقصد الامتثال، هذا تعبير علمي عند علماء مقاصد الشريعة، وأكثر من استعمله أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله، استعمل قبله وبعده طبعا ولكن هو استعمله بكثرة. الامتثال، تعرفوا شنو هو الامتثال؟ الامتثال غادي نشرحوه واحد الشرح بسيط، ثم بعد ذلك نشرحوه الشرح الاصطلاحي الشرعي ديالو. هذا المصطلح عنده واحد المعنى عسكري، ملي كيكون قائد الجيش كيعطي أوامر عسكرية، ماذا يفعل الجيش أو الجند؟ يمتثل، يعني كينفذ بواحد الصورة تلقائية مباشرة، ما كينقش ويرد وخصو يشوف واش داك الشيء صحيح ولا ماشي صحيح، فهو امتثال أي كمال الطاعة، طاعة كاملة مباشرة ما معطلاش، فهو استجابة إذن تامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حينما يمتثل العبد أمر ربه فمعنى ذلك أنه يبادر مبادرة، يبادر إلى الطاعة وما كيبقاش يتردد، ثم بعد ذلك يبادر إلى الطاعة على حدودها ورسومها الشرعية. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم دير هكذا دير هكذا، امتثال امتثال، إياك نعبد. فهاد الحصر والتوكيد المفهوم من قوله عز وجل إياك كيعطي هاد المعاني كلها وزيادة من التفرغ لله عز وجل. فالمؤمن بهذا يسير إلى الله عز وجل حقا، يسير إلى الله عز وجل حقا، لأن هذه المعاني هي من الكبار والعظمة بمكان، وماشي سهل باش الإنسان في لحظة واحدة يحقق مقامات الإيمان بهذه الصورة، وقد فصلها ابن القيم رحمه الله فيما ذكرت من كتاب، ماشي سهل، خصو إذن حركة. شو المقصود بالحركة؟ حركة قلبية، يعني القلب ديالو يتحرك في طريقه إلى الله عز وجل، فيكتسب بذلك منازل الإيمان رتبة رتبة ومنزلة منزلة، كل مرة يقارب ويسدد يقارب ويسدد، ولا يزال كذلك وهو يتقرب إلى الله عز وجل. هذا سر من أسرار تكرار الفاتحة في كل الصلوات، ولا تكرار، كنعود الفاتحة ولكن ما كنعودوش الفاتحة، كنعود الفاتحة من حيث هي ألفاظ نعم، ولكننا نجدد بذلك ونترقى، نجدد إيماننا ونترقى في هذه المراتب، مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، كنطلعوا هذا المفروض في المؤمن. ولذلك القراءة ديالك للفاتحة إن كنت من أهل السير إلى الله حقا تختلف من حال إلى حال، تختلف، لأن المؤمن بين قبض وبسط، بين إقبال وإدبار، أو بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بين شرة وفترة. الإنسان الإيمان دياله ماشي ثابت حل حجرة، إما طالع إما هبط. وقراءتك لإياك نعبد وإياك نستعين تعبر عن معنى مختلف عما كان لك أمس، بل عما كان لك في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو ما قد يكون لك في العشاء، فأنت إذن تعبر عن معنى وتكتسب معنى
جديد تترقى. ولذلك القرآن كيربي تربية، والقرآن فعلا هو الذي يربي المؤمن، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه إلا بالقرآن وبالحكم النبوية التي هي مولدة من القرآن. لما كنتكلموا على التربية، التربية هي نوع من الإنماء، نقول ربى الشيء يربو يعني كبر، كبر أنماء نمو، وهذا المعنى دقيق، هذا واحد الاصطلاح شرعي مهم جدا، وفعلا خصنا نتعرفوا عليه باش نعرفوا كيفاش نربيوا أنفسنا وأيضا نربيوا الأبناء ديالنا. تربية الإنسان أشبه ما تكون بتربية النبات، ولذلك كنوجدوا سبحان الله العظيم الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا، في القرآن الكريم ما كيضرب لنا الأمثلة بالنبات والشجر وما في معنى، لأنه النبتة اللي كتزرع الزرع أو الشجرة فسيلة من الشجر ليمون أو نخل أو ما شئت، فهذاك النمو الذي يحصل للشجرة يكون من ذاتها. ايش معنت من ذاتها؟ يعني أن المواد اللي كتكبر بها النبتة كلها موجودة في بذرة النبتة أو في أصلها من عودها. لو أننا جينا لشي نخلة وقطعناها أو منقطعة طايحة وركبنا لها طرف ديال البلاستيك عالي، ما يمكنناش نقولوا النخلة نامت، هذا ليس بنمو، هذا تلفيق. فالنمو ما كان من ذات النخلة بالسقي وبالعناية والرعاية. فكتكون إذن عملية النبات والنمو والربو أيضا كله بمعنى كيكون من ذات الشيء كيطلع. كذلك الإنسان، القرآن هو المديل، هو الغيث اللي كي يشرب به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا الروح يحيي الموتى، ماشي الموتى بالمعنى الوجودي الكلمة يعني اللي ماتوا فرق الحياة، ولكن موتى القلوب لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن إذن يحيي الله به الموات من الإنسان فينمو، وكتبدا النفس تزكو، قد أفلح من زكاها، الزكاة والنمو كل ذلك بمعنى تزكية تربية. فالنفس ملهمة، عندها قابلية فطرية للخير وقابلية فطرية للشر، فألهمها فجورها وتقواها، فهي ملهمة ذلك فطرة. والمؤمن لما كيجي للنفس دياله فيحاول تزكيتها فيكون ذلك بإنماء عوامل الخير فيه على حساب عوامل الشر فتنمو. فالقرآن إذن هو سقاء الأرواح، هو الماء ديال الأرواح ديال بني البشر من المؤمنين المدركين لهذه الحقائق. فهو إذن حينما عب يبدأ يشرب من معينه، من معين القرآن، فإنه بذلك يسقي نفسه، يسقي روحه، كيعطيها أسباب الحياة، حياة الروح. فإذا كان ذلك كذلك كيحس الإنسان، شعر الإنسان بعدها بأنه فعلا يترقى في مراتب العبودية، كيطلع وكيكبر في معاني العبودية اللي هي معاني الإيمان، فهي أحاسيس تقربه من الله عز وجل وتزيده محبة فيه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى العظيم ديال العبودية هو أشرف منزلة يمكن الإنسان يحققها، أشرف منزلة، فهي منزلة شريفة محبوبة عند الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، عبد. وخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. وكان من أشراف الألفاظ التي عبر بها الله عز وجل عن نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن سماه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء الذي تلاه المعراج. فإذن كانت ليلة للرقي، ليلة ديال المعجزة الغريبة بهادك وبذلك الشكل وفي تلك الحال، سمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، لفظة دالة على التقريب والإعلاء، فهو إسراء
معراج، ودل أيضا على التحبيب والتقريب. نعم العبد إنه أواب. كل ما سبحان الله العظيم عبر القرآن الكريم بلفظ العبد أو العباد في غالب الأحيان، ولا يشذ ذلك إلا لنكتة علمية، كل ما كان ذلك إلا وكان المقام مقام تقريب وتحبيب ورضا ورضا. المفسرون وقفوا على قول الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما ياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. سياق سياق ديال الكلام على الكفار: ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فكيف سماهم عبادا مع أن قلنا الغالبية ديال التعبير ديال العباد ديال المحبة والتقريب؟ فبشر عباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كثير من هذا المعنى. يا حسرة، الله سبحانه وتعالى لا يتحسر، لأن التحسر شو المعنى ديال التحسر؟ يعني كتأسف، واللي كيتأسف عادة اللي هو الإنسان طبعا ومن يشبهه من الخلق، كيتأسف علاش؟ ويتحسر على واحد الأمر فاتو وما كانش قادر يديرو، إما لأنه غفل عليه أو لأنه عجز عليه أو لسبب من أسباب النقص. والله عز وجل تنزه سبحانه وتعالى عن أسباب النقص، بل صفاته صفات الكمال. ولذلك قالوا هذا التعبير حكاية، يعني الله سبحانه وتعالى كيحكي إحساس الإنسان الداعي إلى الله، إحساس الرسل والأنبياء وذوي البصائر من أهل التوحيد والدعوة إلى الله والصالحين من الأمة، لما كيشوفوا الملايير مع الأسف الملايير ديال البشرية، رسول مورا رسول، رسول مورا رسول، رسل تترع يعني متبعين، وقليل اللي كيشد الطريق معهم، وقليل من عبادي الشكور، قليل. فلا يجد المؤمن إلا أن يتحسر فعلا. لعلك باخع نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد اللوم القلب ويتأسف من اللي يجادل الكفار ويحاول يقنعهم، في الخر يعطيه بالظهر ويمشي. فكان الله عز وجل كيخفف عليه ويواسيه. ولذلك كان هذا التعبير ضربا من الحكاية عما يشعر به المؤمن. وعلاش المؤمن كيحس بهذا الإحساس؟ لأن المؤمن كيحب أن الناس يكتشفوا الخير ويعملوا بالخير، والله عز وجل لا يرضى الكفر لعباده ويحب لهم الإيمان. ولذلك صحيح التعبير على الكفار ولكن جاء في سياق المحبة، لأنه لا يتحسر عليك إلا من يحبك. لأصل ماشي معنت هذا الشيء أن المؤمن كيحب الكافر، طبعا كلا، الكافر كافر، ولكن الأصل فيه في المؤمن أنه يحب الإنسان من حيث هو إنسان. ولكن لما يصر ويوقع الإصرار على الكفر فبعد ذلك لا ولاء ولا كرامة. فأقصى ما يمكن أن تعبر به عن أصل المحبة أنك تتحسر عليه وتتأسف. يا حسرة على العباد، تعبير لطيف وعجيب جدا، مما يدل فعلا على أن العبودية هي أشرف ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان من منازل الإيمان. بينما البشر كلهم عبيد، وما أنا بظلام للعبيد. وهذا التعبير يجي غالبا للدلالة على سائر الناس، خيرهم وشريرهم، لأنك عبد أحببت أم كرهت. هذه العبودية الكونية القدرية كما سماها ابن تيمية رحمه الله، يعني عبودية ديال بزز مش لخاطرك. أتستطيع أن توقف جريان الدم في عروقك؟ طبعا كلا، دمك خاضع لله، يدور في فلكه أيضا وكل في فلكه يسبح. أتستطيع أن توقف إقبال النوم عليك؟ ما تقدر، ولو حاولت وحاولت لما يجي النعاس ما كيشاوركش. ولو كان يستطيع الإنسان أن يوقف النوم مع عمره ما توقع حوادث السير بسبب النوم، وهذا أخطر ما قد يقع للإنسان. أتستطيع أن تطلب الحزن لنفسك؟ يعني ترد راسك قنط؟ لا تستطيع، بل الحزن يقتحم عليك. أتستطيع أن تطلب الفرح لنفسك؟ أنت قنط تولي فرحان؟ لا تستطيع، لأن هذه أمور وجدانية تقع للإنسان بغير إرادته. فالإنسان إذن معبد لله قهرا من حيث هو خلق، خلق
خليقة كسائر الخلائق، فهو بهذا المعنى من العبيد، ولكن الله عز وجل شرف الإنسان وطلب منه أن يعبد الله اختيارا باش يكون الإنسان أنا إذن عابدا لله وعبدا لله بمعاني الطاعة والمحبة والخضوع التلقائي لله الواحد القهار، كتقربك ليه المحبة فيه سبحانه وتعالى. ولا تحصل هذه المحبة إلا بمطالعة النعم والشعور بالحاجة. جوج الأمور، كتبدأ تشاهد النعم ديال الله عز وجل بدءا بنعمة الخلق وانتهاءا بنعمة الهداية، جوج النعم كبار بينهما مسافة لا تحصى من النعم الربانية الرحمانية. أول نعمة أعطاك ربي من حيث الترتيب الزمني ماشي القيمي، ماشي الترتيب زعما ديال هذه حسن من هذه، لا، غير الأولى من حيث الزمن بالنسبة لك أنت، هي أنه خلقك. أول نعمة أعطاك الله عز وجل نعمة الخلق. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، خلقك أولا. وهذه النعمة لو أنفقت ما في الأرض، لو أنفقت عمرك وعمر البشرية جميعا لتشكر الله عليها ما استطعت، ما تقدرش نهائيا، لأن الشكر الكامل إنما يقع برد التحية بمثلها أو أحسن منها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الأحسن منها ما تذكروش عليه. أتستطيع أن ترد لفاقد البصر بصره؟ لا تستطيع. لا يستطيع المؤمن أن يشكر الله الكمال ديال الشكر ولا للقطة من نظرة عينيه، غير تفتح عينك تشوف شوفة واحدة في الأشياء والطبيعة والكون وتغمض فتدرك شيئا واحدا من أشياء لا حصر لها. الألوان، تعرف الألوان شنو هي؟ هذه ما تقدرش تشكر الله عليها. ولقد رأينا من قدر الله له أن يكون أكماها، الأكماه هو اللي تزاد من كرش أمه أعمى بصير ما يشوف، أو فقد بصره في طفولته الأولى ولما تكتمل قدراته الذهنية على إدراك الأشياء. هذا النوع ديال الناس، طلب الله أجرنا وأجرهم، هذا النوع ديال الناس شكون اللي فينا قادر يشرح له اللون شكون هو؟ إلا جبت له واحد جلابة ولا واحد توب قلت له ودي هذا التوب راه حمر، وقال لك كيف حمر؟ هو يمكن له يمس بيدو، ها هو شدو بيدو، ولكن تقول له ودي راه حمر أو راه قهوي بحال هذه الجلابة، فسر له قهوي، ما يمكنلوش هو يدرك قهوي شنو هي. يالله يعرف التوب بيدو راه لمسه رطب ولا حرش، ولكن يشرح له اللون؟ لا تستطيع، مستحيل أنك تشرح له اللون شكون هو. حل واحد أنك تعطيه قدرة يحل عينه واحد المرة واحدة في الحمر ويسد، هذا هو الحل الوحيد. فهل تملك هذا؟ لا أنا ولا أنت طبعا لا. وخلينا من الأشكال الهندسية التي لا تدرك باللمس، كاين أشكال ترى في الأفق كشكل الغيم وشكل الشمس وشكل الشعاع، شكل ديال الضوء كيفاش غادي، أشكال هندسية ما يمكنلوش يمسها بالضوء. الأشكال الهندسية يعني الفورمة ديال الحاجة، هاد السرية شكل هندسي يشدو بيدو غادي يفهم كيفاش داير، ولكن الضوء أيضا عنده شكل هندسي، البيل إلا ضربتها كدير واحد تيار ديال الضوء لا يلمس، ما يقدرش يشدو بيدو ويفهم، ما يمكن له إلا أنه خصو واحد اللقطة ديال عينه. فلذلك الخلق الصعيب بزاف على الإنسان باش يحيط، ماشي بالشكر دياله كلا ولا كرامة، باش يحيط بالمعنى دياله. ولذلك قلت وما زلت أقول من أسوأ ما يستعمل الناس، ومع الأسف حتى بعض المثقفين في الكلام ديالهم العادي، بغي نخلق واحد المشروع. الله سبحان الله، الخلق صفة لله وحده، هذا تعبير قرآني لا يجوز أن يستعمل فيما دون ذلك من أفعال البشر. الخلق أنك تنتج الشيء من عدم، وهو مستحيل إلا في حق الله عز وجل. البشر كل الفعل دياله والصناعة دياله كلها تحويلية، الصناعة البشرية كلها بما في ذلك أدق ما ينتجه اليوم من الإلكترونيات صناعة تحويلية، لأنه ماشي يعني بالمعنى العلمي المعروف للصناعة التحويلية، ولكن تحويلية بالمعنى الوجودي، يعني أنه يحول شيئا إلى شيء صافي، هذا الشيء اللي كيدير بنادم. وكيف
يستفيد من سنن الله في الكون. ربي أعطاه قنوات باش يحول، ولو نزعه تلك القنوات لما استطاع أن يحول شيئا إلى شيء. الله عز وجل يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلق. فإذا سبحانه وتعالى خلق من عدم فقد خلق، وإذا حول فقد خلق أيضا. خلق آدم عليه السلام من طين، وش التحويل الرباني بحال التحويل البشري؟ سبحانه وتعالى الطين، الطين اللازب، الحماء المسنون، طين يعني مسنون خماج، أنتن فهو منتن ونتن، يحوله إلى مه، يحوله إلى جمال. شو سبحان الله العظيم، عجيب. طين ما تقدرش تشمو بالريحة النتنة ديالو، والله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون، وتبدأ الطينة تتخلق، تنطلق منه الأعين بمائها الإبصاري، والشعر والجلد الناعم والخلايا الدقيقة ديال الدماغ، شيء غريبة، والشعيرات الدموية الداخلية، والطينة من قلب تنطلق بعد ذلك لحمة تدق وتدخ الدم إلى جميع الجسم. مستحيل أن هذا يتسمى تحويل بالمعنى اللي كيعرفه البشر. ولذلك سبحانه وتعالى هو يخلق ولا يمكنك. إذا طالعت النعمة بديت تتأمل وتدبر وتفكر، لا يمكنك إلا أن تخضع لله عجزا، يعني أنك تعجز عن أداء الشكر التام الكامل، والعجز هو عين العبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو من نص القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر رغم ما يمكن أن تفعل. قم فأنذر، تخرج من دفء فراشك، من دفء بيتك، من دفء عشك، من دفء أمنك، إلى لهيب الابتلاء، إلى برد التعرض لألسنة الناس، إلى غير ذلك من أنواع الفتن والبلاء الذي قد يعرض للإنسان الذي أنذر. قم فأنذر، وبيّن له مواصفات النظارة والإنذار، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، يعني تطهر عجيب قلبا وقلبا، عقيدة وشريعة وسلوكا. ثم بعد ذلك حذاري أن تظن أنك أكثرت، راك درت بزاف، درت بزاف ديال الحسنات. لو شعرت بهذا إذن كان ذلك علامة الخراب. ولا تمنن، يبدأ يعجبك الحال وتبدأ تمن على ربي اللي خلقك، يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولو أراد الله لا تركك مع الآخرين. ها الكرة الأرضية عمرة بالكفار والجهال والفساق والزنادقة إلى غير ذلك من المصائر المظلمة والعياذ بالله. فنعمة الله عظيمة عليك أن وفقك لإنفاق بعض عمرك في الطاعة، بعض، ومن عليك بعد ذلك أن قابل منك إن شاء الله، لأنه قد تعمل العمل، ومن يضمن لك أنه قد قبل من لدنه سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليك. ولا تمنن تستكثر، بسبب استكثارك لطاعاتك ولأعمالك، لأنها إذا وضعت في ميزان نعمة الله عليك بارت وضاعت، قد سوي ولو. وإحنا عاد تكلمنا على شيء، لمحة من معاني الخلق، لمحة من نعم الله عز وجل أن خلقك، النعم التي لا تحصى. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من نعمة الخلق إلى نعمة الهداية اللي هي النعمة الكبرى. إن الكافر يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كيتمنى ليكون كان ما كانش أو كان جمادا. علاش؟ لأن ما حصل عليه من نعمة الخلق ضيعوا فعلا بسبب عدم حصوله على نعمة الهداية. فنعمة الهداية هي النعمة الحاكمة، هي النعمة القاضية على كل نعمة بعدها، واللي ربي يجمع له اسباب الخير
من صحة وعافية ومن هداية، فإنه إن كان فعلا ممن يعرف لله قدره، وأما من خاف مقام ربه، مقام الرب عز وجل وما قدر الله حق قدره، لو كان من هؤلاء الناس فعلا لا شعر بالعجز إزاء عبادة الله والخضوع، آنئذ يقدم صلاته وكل عباداته تقديم الافتقار لله، يعني الشعور بالحاجة بالحاجة، وذلك إياك نستعين. هذه مقدمة لبدء الكلام في هذه الآية ذات البصائر التي لا تحصى، إياك نعبد وإياك نستعين. فلعل الله عز وجل أن يوسع لنا في الوقت لكي نتحدث في بعض مدارج السالكين من هذه الآية الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.